بالفنون القديمة ومنذ طيها صفحة الحرب على الإرهاب، تعمل الموصل على إعادة تراثها الثقافي المدمر بإقامة أماس للغناء الفولكلوري والفنون الكلاسيكية والخط العربي. إيقاع الحرف معرض فني أقيم على هامش مهرجان الموسيقى التقليدية الدولي في متحف الموصل الحضاري أيمن المدينة. المتحف المنهوب عام 2014 بأيدي عناصر داعش الإرهابي صار مقصدا للزوار، وهو يحتضن العديد من المناسبات الثقافية. المعرض الذي استخدم المواد الطبيعية المصنوعة باليد قدم 20 لوحة مكتوبة بالثلث، وهو أصعب أنواع الخطوط العربية وأكثرها تعقيدا بجذوره العميقة في التراث العربي الإسلامي. هذه المدينة كان لها نصيب كبير من إرساء فن هذا الخط العربي بأسلوب خاص بهذه المدينة. وتعد الموصل واحدة من المدن التي ساهمت في تطوير الخطوط العربية، لا سيما الثلث وجل الثلث، لكونها من أهم مراكز التقاء الثقافة العثمانية والشامية، إذ يشبه هذا الخط فيها إلى حد كبير أقواس العمارة الموصلية. هذه اللوحة بالأسلوب الموصلي موجود شبيهة على إيوانات الدور الموصلية القديمة. ويأمل القائمون على المعرض إعادة المنهوب من تحف الموصل الأثرية ولوحاتها الفنية التي تعد أهم جوانب التاريخ الشفاهي للمدينة، بحفظها سيرة تمتد حتى آلاف السنوات من التنوع الديني والثقافي.